تحتاج إلى تقعيد، تحتاج إلى أن تفهم. في الحقيقة المقاومة في الجزائر اتخذت لها طرق ثلاثة. الطريق الأول هو الجيش الرسمي، أي الجيش الانكشاري، إضافة إلى المتطوعين من كل مكان، من منطقة القبائل، من منطقة المتيجة، حتى إخواننا المصابيين قد شاركوا في النجدة أو ساهموا في النجدة التي دعا إليها الدي حسين، فقد كان يرأس أمين المصابيين أزيد من 4000 من المنطقة. هذا دلالة على أن الدي حسين استطاع، رغم أنه يجد معارضة كبيرة جدا من طرف محيطه، وتذكر الدراسات كما قلت أنه قبل 14 يوم من سقوط مدينة الجزائر كان قد تعرض لمحاولة اغتيال، أو هكذا تنسم الأخبار أنه سيتعرض لمحاولة اغتيال من طرف محيطه، وقد أثرت عليه هذه المسألة تأثير كبير جدا. لكنه كان يملك قدرة فائقة على المراوغة والتأثير على الروحي على السكان وعلى الأعيان، فقد حاول أن يستجلب عواطفهم وأن يقول أن الأطراف، أن الكفار الفرنسيين قادمون على سفن كبيرة وسوف يدمرون الهلال ويضعون فوق المساجد الصليب، وهي كلها قضايا كما تعلمين تؤثر تأثير كبير جدا في عواطف الناس. طبعا الاستحكامات الجزائرية والقوات الجزائرية لم تكن تملك على مستوى الحروب البرية القدرة الكافية، رغم أن الجيش الجزائري في يوم ما كانت له صولة وجولة في منطقة الشرق الجزائري، حتى إلى تحرير تونس في يوم من الأيام من أيدي الإسبان. لكن على الرغم من ذلك، ظروف ثلاث قرون كاملة من الصراع وظروف اجتماعية قاسية تعيشها الجزائر في هذه الأيام السود التي تعيشها مدينة الجزائر البيضاء، إضافة إلى أن الجزائر قد فقدت معظم أسطولها سنة 1827، كما تعرضت منذ 27 إلى 1830 إلى حصار عسكري فرنسي كبير، وقد كانت الجزائر تحاول أن تكون بمنأى عن السفن الفرنسية في مواسم الحج والتجارة، ولكن مع ذلك الجزائر كانت تفتقد للقوة الحربية التي كانت عليها أيام دولتها وصولتها في الحوض الشرقي، الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط حتى إلى حدود الحدود الأطلسية الإفريقية. الغائب في هذه المسألة، وأيضا يعني أنبه المشاهد الكريم أن هناك شهادة جديدة لفرنسي شارك في الحملة الفرنسية لم تنشط إلا منذ 6 أشهر أو سنة، من طرف الجاحظية التي يقوم عليها الأديب الكبير الطاهر والطاهر. وطبعا هذه الشهادات تفصل مسير الحملة وما تعرضت له من ظروف منذ خروجها من طولون إلى أن وصلت إلى الجزائر. فتصوري يا سيدتي الكريمة أن القوات العسكرية الفرنسية التي جاءت إلى سيدي فرج كانت محملة في 600 سفينة. هذه 600 سفينة تغطي جزء كبير جدا من البحر الأبيض المتوسط، وهناك إصرار كبير جدا من قائد الحملة دي فورمون على تأديب وقار وكر القراصنة كما يقول. إضافة إلى ذلك نجد أن فرنسا كانت قد قامت بما يعرف في الدراسات الإعلامية بحرب نفسية وحرب دعائية على الجزائر قبل وصول الحملة إلى سيدي فرج. من ذلك أن فرنسا كانت قد أرسلت البيان الأول الذي ستقوم بتوزيعه على الأهالي، وبيان آخر أرسلته إلى المغرب الأقصى وقناطرها والزعامات التي كانت تؤيد فرنسا، وأرسلته إلى جميع الشخصيات المعروفة آنذاك تبرر لهم فساد سلوك أتراك الجزائر كما تسميهم الحملة الفرنسية، وأنها ذاهبة لتأديبهم وتحرير الجزائريين من تعسف الأتراك. ففي بيانهم يقولون إنهم قادمون إلى الجزائر لمحاربة الأتراك وليس الأهالي، إنهم سيحمون الأهالي ولا يحكمونهم، إنهم سيحترمون دين الأهالي ونساءهم وأملاكهم إلى آخره، لأن ملك فرنسا حامي وطننا المحبوب يحمي كل الدين. لذلك هذا العمل الإعلامي والدعائي وتحييد
تونس مثلا وتحييد المغرب الأقصى ثانيا إضافة إلى الضعف الذي كان يسري في وسط الجوار تونس والمغرب الأقصى، فهم لا يملكون أي شيء لمساعدة الجزائر، بل حتى على مستوى الوعي السياسي لا تملك تونس ولا تملك المغرب أنه أو لا تعرف المعنى الكبير للمثل العربي الشهير أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والجزائر فعلا كانت هي الثور الأبيض وهي الفريسة والغنيمة الدسمة التي بدأت بها فرنسا ثم انساحت وتوزعت شرقا وغربا وفي أقصى الجنوب في دول إفريقيا. للأسف الشديد يتحدث المؤرخون وتتحدث الدراسات الجامعية عن شخصية أحمد باي وشخصية يحيى آغا، وتتحدث عن الباي القطري باي مصطفى ومساعديه والقوات العسكرية التي قدمت لهؤلاء، لكن الثابت للأسف الشديد أن هذه القوات كانت تفتقد إلى الخبرة وتفتقد إلى النباهة وتفتقد إلى الروح العالية، لأن الأوضاع النفسية والأوضاع الاجتماعية في هذه الفترة بالذات وهذا الحصار الكبير جدا الذي عرفته الجزائر قد أثر تأثير كبير جدا في سياسة الدولة وإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية. لم تعد الجزائر كما كانت في يوم من الأيام جذابة المسيحية، بل الجزائر للأسف الشديد كانت تعيش أوضاع مزرية للغاية، وهي طبعا شيء طبيعي جدا هي الأسباب التي كانت وراء سقوطها وبسرعة متناهية جدا في أقل من 20 يوم. الآن نبدأ في مسألة أخرى كما قد بدأها الأستاذ عبد اللطيف. من بين أهم الأخطاء التي ارتكبت وقد كانت قاسمة الظهر هو السماح بنزول القوات العسكرية الفرنسية من سفنهم إلى البر، وطبعا كما هو معروف لا يزال البطل الجزائري يعتمد على البطولة والكر والفر، وهذه طبعا لم تكن مجدية مع 600 سفينة وتحمل أزيد من 40,000 من بين مشاة وخيالة تدربوا تدريب كبير جدا في الحروب النابليونية وتدربوا تدريب كبير جدا في الحملة على مالطا وعلى مصر وعلى روسيا وعلى غيرها من المواطن. فأيضا هذه القيادات العسكرية التي جاءت إلى الجزائر كانت تحمل من الحقد الأسود ما يبيد أمة بأكملها، فشيء طبيعي للغاية أن هناك لا تكافؤ بين القوة الجزائرية والقوة الفرنسية القوية والكبيرة التي أصرت على تحطيم الجزائر واحتلالها. هناك أمر آخر مهم جدا الغائب أيضا، لماذا لم يستمع الداي حسين إلى نصيحة أحمد باي؟ طبعا فيه دراسات متميزة جدا في الجامعة الجزائرية نقشت في قسم التاريخ حول شخصية أحمد باي، ونظمت له في السنوات الفارطة ملتقيات دولية. أحمد باي شخصية رومانسية، بطل من الأبطال الكبار، هو في مستوى شخصية الأمير عبد القادر بن محي الدين، لكن للأسف الشديد غطت عليه كثير من الدعايات وكثير من الأخبار المغلوطة القوة الكبيرة التي كان عليها والاستراتيجية التي نصح بها الداي. وقد كفانا الأستاذ الكبير المتميز الدكتور عبد الجليل التميمي حينما قدم عنه في حدود 71 رسالة دكتورة دولة في باريس وهي منشورة ومعروفة عند جل الباحثين والمؤرخين الجزائريين. أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم أن ما وقع في سيدي فرج وأن هذه الحمية وهذه الشجاعة وهذه الدعوة للجهاد كانت غير كافية مع جيش متمرس ومع جيش قوي، إضافة إلى الثغرات التي وجدها عند الجانب الجزائري رغم البطولة ورغم التضحية للقوات الفرنسية، ولم تتمكن القوات الجزائرية من صد زحف القوات الفرنسية، وقد كانت معركة طوالي أو معركة سطح الولي كما تسمى في الوثائق الإدارية كانت فعلا قاسمة الظهر، وهي التي أرعبت المجتمع الجزائري على الأقل في عاصمته، كما أرعبت القوات الانكشارية التي بدأت تفر من مدينة الجزائر إلى الضواحي. وشيء طبيعي جدا أن المعركة لن تنتهي بسقوط واستسلام الداي، لأنه مثل ما ذكر الزميل الكريم بالطيب المعركة خسرها الجيش الرسمي الانكشاري، ولكن لم يخسر الجزائريون مواقعهم كقبائل، ولم يخسر الجزائريون وأعيانهم المعركة، لأن